أن الأمة تحتاج إلى تنزل السكينة والطمأنينة. السكينة هذه كلمة جميلة من القيم الإسلامية والتي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، هي الطمأنينة تتنزل في النفوس، وهي وضع نفسي يجعل المرء يزن الأمور بميزان العقل والحكمة واستشعار معاني الرحمة والرأفة والتقوى. السكينة مفتاح النجاح والصلاح، من الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته في اللحظات الحرجة. قال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. حالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار، ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آيات السكينة ستة، اقتصرت منها على ثلاث. فلنسأل الله سبحانه وتعالى يا ربنا جميعا أن يمن علينا وعلى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى العالم بسكينة تثمر طمأنينة تحل في النفوس، وأملا يعمر القلوب، ومحبة للخير، وسلاما مبذولا للعالم. نسأل الله أن يحفظ الأوطان وينشر الأمن والأمان ويصلح الأعمال ويحقق الآمال ويجعل اجتماعنا اجتماع خير وبركة، ويكلله بالنجاح والتوفيق، ويجعل آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.